يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب تبت توبة صارقة ولله الحمد، ولكن بعد مدة إذ لي أقع في معصية ثم أتوب، ثم أشتاق للمعصية ثم أندم وأتوب، وهكذا، أفدني جزاك الله خير، ماذا أفعل مع بداية هذا العام؟ أسأل الله أن يتوب علينا جميعا، ونهني أخانا بالتوبة، ونسأله أن يثبت عليه، نسأله تعالى أن يثبت عليه، عليه أن يحمي نفسه من هذه المعصية بقدر المستطاع، لكن إذا غلبته نفسه ثم ندم وتاب توبة نصوحا عازما على أن لا يفعل في المستقبل، فإن الله يتوب عليه، لأن هذا مسرف على نفسه بلا شك في إصراره على هذه المعصية. وقد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فنحن نهنئ أخانا بما من الله عليه من التوبة، ونوصيه بأن يصمد أمام نزغات الشيطان وهو النفس، وأن يتصبر، وهو إذا عسف نفسه وتصبر هان عليه ترك المعصية التي كان يعرفها من قبل. نعم.